مرحبا بكم طلابي في الصف السادس مرة أخرى إلى درس مشوق وممتع. وكما رأينا في بداية المقطع عددا من الأماكن البحرية الرائعة، كذلك فإنه يوجد بها جبال صخرية متعددة ومشكلة بأروع ما يمكن، مما أعطاها شكلا خلابا يجذب الناظرين والسواح إليها. ولكن هل تساءلنا كيف يا ترى تشكلت هذه الصخور في البحار؟ هذا ما سنتحدث عنه في درس اليوم، ألا وهو التعرية بفعل الأمواج البحرية والأشكال الناتجة عنها. برأيكم يا طلابي، هل السواحل تتشابه في مختلف الأماكن أم أنها تختلف من مكان إلى آخر؟ بالتأكيد إن الإجابة على هذا السؤال أنها تختلف من مكان إلى آخر باختلافين. الاختلاف الأول هو تنوع أشكال الصخور وتباينها، أما الاختلاف الثاني فهو بسبب تأثير أمواج البحر وما ينتج عنها من عمليات النحت والإرساب. أما لو تساءلتم عن سبب تكون الأمواج فهذا نتيجة لاحتكاك الرياح بسطح مياه البحر، وعندما تتشكل هذه الأمواج فإنها تتحرك باتجاه الرياح المكونة لها. وكما ذكرت لكم أيها الطلاب، عند وصول هذه الأمواج إلى شاطئ البحر فقد تسبب إلى عمليتان رئيسيتان. العملية الأولى هي عملية الإرساب، وحيث أنه في هذه العملية تدفع الأمواج الرواسب الحصوية والرملية اتجاه الشاطئ ومن ثم ترسبها. أما العملية الثانية فهي عملية النحت البحري، وسنتطرق لها بالتفصيل. كما أنه هناك عملية أعزاء الطلاب تسهم في نقل وإرساب الرواسب، وهذه العملية تسمى بعملية المد والجزر. برأيكم ما هي عملية المد والجزر؟ وهما عبارة عن ارتفاع مستوى البحر وانخفاضه بسبب جذب القمر والشمس، فكيف تحدث هذه العملية برأيكم؟ في المنطقة التي يتقابل فيها القمر مع الأرض تعمل